فلنبدأ درسنا بسرعة. طيب أتمنى أن تكونوا جاهزين. طيب نبدأ درسنا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هيأ لنا فرصة ثمينة حتى نستطيع أن نجتمع متباعدين في هذه الليلة السعيدة. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نحمد الله على نعمه التي أنعمها علينا حيث جعل لنا لغة موحدة بين القلوب والأنفس ألا وهي اللغة العربية. اجتمعنا في هذه الليلة المباركة لغرض واحد ألا وهو أن ندرس لغة الله، أي لغة أهل الجنة، لغة ديننا، وهي لغة العربية. طيب درسنا في هذه الليلة يتراوح حول المحادثة العربية، حيث نحضر لكم في هذه الليلة العبارات التي يمكننا استخدامها في كثير من المناسبات رسمية كانت أم أهلية. طيب في هذه المناسبة لن أطيل معكم المجاملة، بل دعوني أبدأ الدرس ونحن نخوض مباشرة إلى تدريب واحد. أتمنى أن تكونوا أنتم معي. طيب ندخل مباشرة في تدريب واحد. طيب انظروا، طيب هذه العبارات أكثر ما نستمع إليه في المحادثة العربية. طيب أنا أطلب منكم أن تحاولوا الإجابة على هذه الأسئلة. طيب الإجابة يختلف بعضها عن بعض، ولكن المهم كيف نجيب، فألا نتوقف عن الجواب ولا عن الكلام. حينما وجه إلينا أي سؤال نجيب مباشرة. أي لو قلنا لأحد أسعد الله نهارك، أي إذا التقينا في النهار فنقول أسعد الله نهارك، من يستطيع الإجابة لو قلنا أسعد الله نهارك؟ فنقول مثل ما قال القائل أسعد الله نهارك، نقول في الجواب ونهارا هو إياك. أسعد الله نهارك نقول ونهارا، أو نقول أيضا مثل ما قال أسعد الله نهارك هو نهارك أيضا. أسعد الله نهارك نقول في الجواب ونهارا أو وأسعد الله نهارك أيضا أو ونهارك مباشرة. ثم وكذلك لو كلمنا أحد وقال أسعد الله صباحك، نقول وصباحك. أسعد الله صباحك وصباحك، أسعد الله صباحك كذلك. طيب ثم نسأل عن الأسرة، كيف حال الأسرة؟ يمكن أن نقول الأسرة بخير والحمد لله، الأسرة على ما يرام، الأسرة تمام، الأسرة طيبة، الأسرة ليس بها خلل، الأسرة على ما يرام، الأسرة بخير. أو نسأل هل أنت على ما يرام؟ نقول نعم. هل أنت على ما يرام؟ نقول نعم أنا على ما يرام.
نقول لست على ما يرام. طيب لو قال لنا أحد شكرا لك، شكرا لك، أنا أقول عادة شكر عفوا، عفوا أو لا شكر على واجب، أو نقول متشكر. طيب لو قال لنا أحد جزاك الله، جزاك الله، ماذا نقول في الجواب؟ نقول وإياك، وإياك، وإياك وإياك، أو نقول الله يجزيك، الله يجزيك، جزاك الله، نقول وإياك، أو نقول وأنت كذلك، وإياك. طيب ما طيب لماذا ينتهي هذا؟ طيب دروب، شكرا لك، نقول في الجواب عفوا، أو لا شكر على واجب، أو لا داعي للشكر، لا داعي للشكر، فهذا واجبي، إيه؟ لا شكر على واجب، لا داعي للشكر، أو نقول عفوا، إيه؟ جزاك الله خيرا، نقول وإياك، وإياك. طيب هل لديك شغل؟ هل لديك شغل؟ نقول بالجواب نعم لدي شغل، أو نقول بالنفي لا ليس لدي شغل، ليس لدي شغل، أو ما لدي شغل، ما لدي من شغل، أو ليس لدي من شغل. طيب هل هناك من يبحث عنك؟ هل هناك من يبحث عنك؟ نقول في الجواب لا، ليس هناك من يبحث عني، أو نقول نعم هناك من يبحث عني، أو نقول ليس هناك من يبحث عني بل هناك من أبحث عنه. هل لديك ما ستقوله للضيف؟ هل لديك ما ستقوله للضيف؟ نقول نعم لدي ما سأقوله للضيف، أو لدي ما سأقوله له، أو نقول ليس لدي ما سأقوله له، ليس لدي ما سأقوله له. فما نسأل، هل أنت مستعد للذهاب؟ بالطبع أنا مستعد للذهاب. لا لست مستعدا للذهاب، لا ما أنا بمستعد للذهاب. طيب فهمت ماذا؟ طيب وددت أن أطرح هذه الأسئلة على من يتفضل بالإجابة. طيب أنا أود أن أطرح هذه الأسئلة على أحد منكم يتفضل بالإجابة. Jadi saya ingin mengajukan pertanyaan kepada orang yang bersedia menjawab. Teman yatafaddalu bil ijabah. Hal yatafaddalu ahadukum bil ijabah. Ana atrahu alaihi hadhihi al asila. Teman yatafaddalu bil ijabah. Eh, ربما الطلاب يتفقون على سقوط. إيه نسقط فقط إذا.
Ana Ustad. Ustad. طيب انظروا أيها الشباب، لو سألكم أحد وقال في سؤاله أسعد الله نهارك، نقول في الجواب ونهارك ونهارك، أو نقول مثل ما قال وأسعد الله نهارك. أسعد الله نهارك، نقول في الجواب وأسعد الله نهارك أو ونهارك. ثم إذا قيل لنا أسعد الله صباحك، فنقول في الجواب وصباح وصباح، أو نقول مثل ما قال القائل أسعد الله صباحك أيضا. ثم أيوة نسأل عن الحال، كيف حال الأسرة؟ كيف حال الأسرة؟ نقول الأسرة بخير، الأسرة على ما يرام، الأسرة طيبة، الأسرة في حالة جيدة، الأسرة في تمام الصحة والعافية، الأسرة لا ينقصها أي شيء، الأسرة لا ينقصها أي شيء والحمد لله. ثم إذا سأل أحد هل أنت على ما يرام؟ فنقول نعم على ما يرام، أنا على ما يرام، أو نقول لست على ما يرام، لست على ما يرام. طيب لو قال أحد شكرا لك، شكرا لك، أو يقول متشكر، أو نقول أنا ممتن لك، نقول لا داعي للشكر، أو لا داعي للشكر، أو هذا نقول عفوا عفوا، أو نقول لا شكر على واجبي، هذا من واجبي علي لك. طيب ثم إذا قال لنا جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، نقول بالجواب وإياك وإياك، أي في اللغة الإنجليزية بمعنى سما، جزاك الله وإياك، أي معنى جزاك الله وجزاك أيضا، أو الله يجزيك. ثم هل لديك شغل؟ هل لديك شغل؟ نقول بالجواب نعم لدي
شغلٌ. نعم، لدي شغلٌ. لا، ليس لدي شغلٌ. لا، ما من شغلٍ عندي. أو لا، ما من شغلٍ لدي. تمام؟ أو إذا سأل أحد هل هناك من يبحث عنك؟ هل هناك من يبحث عنك؟ أقول نعم، هناك من يبحث عني. أو نقول بالنفي، لا، ليس هناك من يبحث عني، إنما هناك من أبحث عنه. ثم إذا سأل أحد هل لديك ما تقوله للضيف؟ أو هل لديك ما ستقوله للضيف؟ نقول نعم، لدي ما سأقوله للضيف. أو نعم، لدي ما سأقوله له. لدي ما سأقوله له كذلك. Okay. أو نسأل الجماعة، هل لديكم ما ستقولونه للضيف؟ نعم، لدينا ما سنقوله للضيف. أو نقول لا، ليس لدينا ما سنقوله للضيف. أو نسأل سؤالا آخر، مثلا هل لديكم ما تأكلون؟ هل لديكم ما تأكلون؟ لا، ليس لدينا ما نأكل. تمام، هل لديكم ما تأكلون؟ لا، ليس لدينا ما نأكل. أو نعم، لدينا ما نأكل. ثم هل أنت مستعد للذهاب؟ أو هل أنت على استعداد للذهاب؟ نعم، أنا على استعداد للذهاب. أو نعم، أنا مستعد للذهاب. فهمت ماذا؟ طيب، الآن نتحول إلى تدريب اثنين. تدريب اثنين. طيب انظروا، طيب انظروا إلى المثال ماليا. انظروا إلى المثال ماليا. طيب، هل في حقيبة؟ طيب، ماذا في حقيبتك؟ ماذا، هناك كلمتين، قلم ومسطرة. فنقول فيها قلم ومسطرة. فيها قلم ومسطرة، أي هنا لا نحتاج إلى إعادة كلمة الحقيبة، إنما يكفينا أن نأتي بالضمير عوضا عنها. أي لا نذكر كلمة الحقيبة، إنما يكفينا أن نأتي بما ينوب عنها وهو الضمير. ماذا في حقيبتي؟ نقول فيها قلم ومسطرة. فيها قلم ومسطرة. أو نقول بالنفي ثلاثة، ماذا في حقيبتك؟ نقول إنما فيها قلم ومسطرة. إنما فيها قلم لا مسطرة. طيب، إنما فيها قلم لا مسطرة. وكذلك بالنسبة للأسئلة التالية، مثلا لو قلنا ماذا في الغرفة؟ ماذا في الغرفة؟ نقول في الجواب فيها سرير وخزانة. ماذا في الغرفة؟ نقول فيها سرير وخزانة. ثم ماذا في جيبك؟ ماذا في جيبك؟ نقول فيه فلوس ومنديل. فيه فلوس ومنديل. ثم نقول ماذا على الجدار؟ ماذا على الجدار؟ نقول عليه خريطة وسورة. أي عليه خريطة وسورة. طيب، ماذا على المكتب؟
ماذا على المكتب نقول عليه دباسة وكتب. عليه دباسة وكتب. ماذا حول النهرين؟ ماذا حول النهرين؟ نقول في الجواب حولهما قوارب وسفن. حولهما قوارب وسفن. ماذا حول الجبلين؟ ماذا حول الجبلين؟ نقول في الجواب حولهما أشجار ونهران. حولهما أشجار ونهران. طيب ثم من بين الطالبين؟ من بين الطالبين؟ طيب نقول في الجواب بينهما أستاذ ومدير. بينهما أستاذ ومدير. ثم من أمام الطالبتين؟ من أمام الطالبتين؟ نقول أمامهما سواق وحمال. أمامهما سواق وحمال. من عند الباب؟ من عند الباب؟ طيب هذا لا يناسب السؤال، لابد أن يكون ماذا عند الباب. طيب مثلا ماذا عند الباب؟ نقول عند الباب قلم ومسطرة. قلم ومسطرة. طيب من وراء هذه الحادثة؟ من وراء هذه الحادثة؟ فنقول وراءها مثير ومشاذب. وراءها مثير ومشاذب. طيب الآن نعود للوراء. Ya, kita mundur ke belakang. Cuma نحاول أن نجيب عن الأسئلة إجابات منفية. طيب مثلا نقول ماذا في الغرفة؟ نقول في الجواب إنما فيها سرير لا خزانة. إنما فيها سرير لا خزانة. طيب ماذا في جيبك؟ ماذا في جيبك؟ نقول في الجواب إنما فيه فلوس لا منديل. إنما فيه فلوس لا منديل. طيب ماذا على الجدار؟ ماذا على الجدار؟ فنقول في الجواب إنما عليه خريطة لا صورة. إنما عليه خريطة لا سورة. ثم ماذا على المكتب؟ ماذا على المكتب؟ نقول في الجواب عليه دباسة لا كتب. ماذا على المكتب؟ نقول عليه دباسة لا كتب. طيب ماذا حول النهرين؟ ماذا حول النهرين؟ نقول إنما حولهما قوارب لا سفن. طيب ماذا حول الجبلين؟ ماذا حول الجبلين؟ نقول إنما حولهما أشجار لا نهران. ثم من بين الطالبين؟ من بين الطالبين؟ نقول في الجواب إنما بينهما أستاذ لا مدير. إنما بينهما أستاذ لا مدير. من أمام الطالبتين؟ من أمام الطالبتين؟ نقول في الجواب إنما أمامهما سواق لا حمال. إنما
amamahuma sawaqun la hammalu. Tayyib, summa madha indal bab? Madha indal bab? Nakul fil jawab innama indahu qalamun la mistaratun. Innama indahu qalamun la mistaratun. Summa man wara'a hadhihi al-hadithah? Man wara'a hadhihi al-hadithah? Ini pertanyaan siapa di balik peristiwa ini? Ya, tentu kita akan menjawab ya. Ya. Innama wara'aha musirun la musyabi. Ya, di balik peristiwa itu hanya provokator, tidak ada pengacau, bukan pengacau. Hey. Arju an takunu qad fahimtum hadhihi al-mada wa antum indaha tatamarranuna katsiran likai yatasanna lakum an tastahdimuha fi kulli munasabatikum al-yawmiyah. Fa inna al-lugha lan tabdu wadhihatan indana illa idha istahdamnaha miraran wa tikraran. Okay. Naktubu bi al-lugha allati nata'alamuha wa natakallamu biha wa natahaddatu biha wa nad'u zumala'ana lil hadith biha kadzalik. Baik. Nah, baik, al-an natahawwal ila tadrib thalatha. Tadrib thalatha. Baik, unzuru jayidan. Madza ta'mal bi kitabik? Madza ta'mal bi kitabik? Apa yang Anda lakukan terhadap bukumu? Apa yang Anda lakukan dengan bukumu? Hey, hunam. Bainal qawsain kalimat yaqra'u fursatun lil qira'ah. Naqul fil jawab aqra'uhu alhaw ya'udu ila aish ya'udu ila alkitab. Aw law qulna masalan madza ta'mal bi majallatik? Naqul aqra'uha. Kalau nakul, mada ta'mal bi majalla taika akra'uhuma. Baik. Darum, mada ta'mal bi kitabik nakul bil jawab akra'uhu idha ka'nat li fursatun lil qira'ah. Saya membacanya bila saya punya waktu untuk membaca. Ha? Mada ta'mal bi kitabik aqra'uhu idza kanat li fursatun lil qira'ah. Okay. Hadhihi al-ijabah al-muthbata. Tayyib, al-an nuhawil an nujib 'an al-as'ila. Mathalan nakul, madza ta'mal bi qalamik? Madza ta'mal bi qalamik? Nakul fil jawab u'iruhu. U'iruhu idza kana li majalun lil i'arah. Wairuhu idza kana li majalun lil i'arah. Saya pinjamkan apabila saya punya peluang untuk meminjamkan. Baik, madza ta'mal bi qamisik? Madza ta'mal bi qamisik? Nakul fil jawab atwihi idza kanat li fursatun litayyi. Atwihi idha kanat li fursatun litoy. Saya melipatnya bila punya kesempatan untuk melipatnya. Baik. Mada ta'mal bi sirwalik? Mada ta'mal bi sirwalik? Ya. Nakul bil jawab agsiluhu idha kana li makanun lil ghusl. Aghsiluhu idza kana li makan lil ghusl. Ya, apa yang Anda lakukan dengan celanamu? Ya, saya mencucinya bila punya tempat untuk mencuci. Baik, madza ta'mal bi nashatik? Madza ta'mal bi nashatik? Ya, apa yang Anda lakukan dengan aktivitas Anda? Apa yang Anda lakukan dengan kegiatan Anda? Aku menjawab ukmiluhu idza kana li waqtun lil ikmal.
Ukmiluhu idza kana li waqtun lil ikmal. Ya, saya selesaikan bila saya punya waktu untuk menyelesaikannya. Baik, cuma mada ta'mal bi syughlik? Mada ta'mal bi syughlik? Ya, apa yang Anda lakukan dengan sikis ini? Bukan Anda. Qul fil jawab uqifuhu. Uqifuhu idza kanat li fursatun lil iqaf. Uqifuhu idza kanat li fursatun lil iqaf. Saya hentikan bila saya punya kesempatan untuk menghentikan. Cuma madza ta'mal bi ghurfatik? Madza ta'mal bi ghurfatik? Naqul fil jawab unazzifuha. Unazzifuha idza kana li waqtun litanzif. Unazzifuha idza kana li waqtun litanzif. Baik. Mada ta'mal bi dirasatik? Mada ta'mal bi dirasatik? Ta'nakul fil jawab utabi'uha. Utabi'uha idza kanat li mizaniyatun lil mutaba'a. Utabi'uha, saya lanjutkan bila saya punya anggaran untuk melanjutkan atau meneruskan. Baik. Baik, mada ta'mal bi suratik? Mada ta'mal bi suratik? Ya, apa yang Anda lakukan dengan poster Anda? Ya. Ya. Ahfazuha, ahfazuha idza kana li mustauda'un lil hifzi. Ya, saya simpan bila saya punya gudang untuk menyimpan. Ya, mada ta'mal bi suratik? Ahfazuha idza kana li mustauda'un lil hifzi. Saya menyimpannya apabila saya punya saya punya gudang untuk menyimpan. Mada ta'mal bidarsik? Mada ta'mal bidarsik? Qul uraji'uhu. Uraji'uhu idza kanat li fursatun lil muraja'. Uraji'uhu idza kanat li fursatun lil muraja'. Cuma nanti bi su'alin akhar. Mada ta'mal bi jawalatik? Mada jawalatik? Qul arkabuha. Arkabuha idza kanat li hiwayatun lirruku. Saya kendarai bila saya punya hobi untuk mengendarai. Baik, hakadha intahaina min al-ijabah al-musbata. Ya, idza su'ilna bihadhihi al-as'ila يمكننا أن نجيب مباشرة ونحن نعتمد على المثال الموجود. لذلك علينا أن نتدرب كثيرا لكي يتسنى لنا أن نتكلم بالعربية. طيب الآن نحاول أن نجيب إجابات منفية. ماذا نقول؟ طيب ترون ماذا تعمل بقلمك؟ ماذا تعمل بقلمك؟ أغيره. نقول نؤيره. نؤيره إلا إذا لم يكن لنا إذا لم يكن مجال للإعارة. Uiruhu illa idza lam yakun li majalun lil i'arah. Saya pinjamkan kecuali saya tidak punya peluang untuk meminjamkan. Sebab anda tahawal ila soal asal. Mada ta'amal bi qamisik? Mada ta'amal bi qamisik? Akwihi illa idza lam takun li fursatun litayyi. Illa idza lam takun li fursatun litayyi. Baik, cuma nasal. Mada ta'mal bi sirwalik? Mada ta'mal bi sirwalik? Aghsiluhu.
aghsiluhu illa illa idza lam lam yakun yakun. li makanun lil ghusli. Ya, saya cuci kecuali bila saya tidak punya tempat untuk mencuci. Mada ta'mal binasyatik? Mada ta'mal binasyatik? Nakul fil jawab ukmiluhu illa idza lam yakun li waqtun lil ikmal. Illa idza lam yakun li waqtun lil ikmal. Baik. Mada ta'mal bi syughlik? Mada ta'mal bi syughlik? Nakul uqifuhu. Uqifuhu illa idza lam takun li fursatun lil iqam. Illa idza lam takun li fursatun lil iqam. Tsumma nas'al madza ta'mal bi ghurfatik? Madza ta'mal bi ghurfatik? Qul unazzifuha. Unazzifuha illa idza lam yakun li waqtun lit tanzil. Illa idza lam yakun li waqtun lit tanzil. Kumana sa'al mada ta'amal bi dirasatik? Mada ta'amal bi dirasatik? Eh, nakul utabi'uha. Utabi'uha illa idha lam takun li mizaniyatun lil mutaba'ah. Illa idha lam takun li mizaniyatun lil mutaba'ah. Eh, mada ta'amal bi suratik? Mada ta'amal bi suratik? Qul ahfazuha illa idza lam yakun li mustawda'un lil hifz. Illa idza lam yakun li mustawda'un lil hifz. Baik, madza ta'mal bi darsik? Madza ta'mal bi darsik? Qul uraji'uhu illa idza lam takun li fursatun lil muraja'ah. Illa idza lam takun li fursatun lil muraja'ah. Baik. Madza ta'mal bi jawwalatik? Madza ta'mal bi jawwalatik? Kana qul bil jawab arkabuha. Arkabuha illa idza lam takun li hiwayatun liruku. Illa idza lam takun li hiwayatun liruku. Ya. Apa yang Anda lakukan dengan sepeda motor Anda? Saya kendarai, kecuali bila saya tidak punya hobi untuk mengendarai. Assalamualaikum, ada? Alaa natahawwalu mubasyaratan ila tadrib arba'ah. Tadrib arba. طيب هل الكتاب كتابك؟ نسأل مخاطبنا بهذا السؤال مثلا. هل الكتاب كتابك؟ نقول طبعا الكتاب كتابي. طبعا الكتاب كتابي. طيب ثم بين القوسين كلمتان. كلمتان نستخدمهما إذا عجبنا عن السؤال بالإجابة المنفية. بلها هل الكتاب كتابك؟ قلت لا بل كتاب المكتبة الذي استعرته. لا بل كتاب المكتبة الذي استعرته. Tidak atau bukan. Tetapi buku perpustakaan yang saya pinjam. Nah, bukan. Istinadan ila hadzal misal, nuhawilu al'an an nujib 'anil as'ila al-mawjuda. Nuhawil an nujib bil ijabat al-musbata awalan. Misalnya qul hal al-jawwal jawwaluk. هل الجوال جوالك؟ نجيب مثل ما ورد في المثال. نقول طبعا الجوال جوالي. طبعا
الجوال جوالي. طيب، هل سيارة سيارتك؟ هل الله سيارة سيارتك؟ سنقول في الجواب طبعا طبعا السيارة سيارتي. سيارة طيب، ما سيارة هل البيت بيتك؟ هل البيت بيتك؟ طبعا بيته البيت بيتي. طبعا البيت بيتي. طيب، ما هل الشقة شقتك؟ هل الشقة شقتك؟ طبعا يا قل طبعا الشقة شقتي. يا طبعا الشقة شقتي. طيب، ما هل الفلوس فلوسك؟ قل طبعا الفلوس فلوسي. طبعا الفلوس فلوسي. طيب، ثم نتحول إلى سؤال لاحق. هل الحقيبة حقيبتك؟ هل الحقيبة حقيبتك؟ نقول في الجواب طبعا الحقيبة حقيبتي. طبعا الحقيبة حقيبتي. ثم هل المكتب مكتبك؟ هل المكتب مكتبك؟ نقول في الجواب طبعا المكتب مكتبي. طبعا المكتب مكتبي، يا كانتور itu كانتور saya. طيب، هل السورة سورتك؟ هل السورة سورتك؟ طبعا السورة سورتي. طبعا السورة سورتي. طيب، هل المقص مقصك؟ هل المقص مقصك؟ طبعا المقص مقصي. ثم هل الثلاجة ثلاجتك؟ هل الثلاجة ثلاجتك؟ نقول في الجواب طبعا الثلاجة ثلاجتي. طبعا الثلاجة ثلاجتي. طيب، الآن انتهينا من تدريب أنفسنا على حل الإجابات المثبتة، والآن نتحول إلى الإجابات المنفية. طيب، نجيب عن الأسئلة كما ورد في المثال. طيب، السؤال الأول: هل الجوال جوالك؟ هل الجوال جوالك؟ نقول لا، بل جوال الصديق الذي استعرته. لا، بل جوال الصديق الذي استعرته. طيب، ما هل سيارة، هل سيارة سيارتك؟ هل سيارة سيارتك؟ لا، بل سيارة العميد التي ركبتها. لا، بل سيارة العميد التي ركبتها. ثم هل البيت بيتك؟ هل البيت بيتك؟ لا، بل بيت الجار الذي استأجرته. لا، بل بيت الجار الذي استأجرته. ثم هل شقة شقتك؟ لا، بل شقة الغني التي سكنتها. لا، بل شقة الغني التي سكنتها. طيب، هل الفلوس فلوسك؟ نقول لا، بل فلوس علي الذي أعدته. لا، بل فلوس علي الذي أعدته. ثم
halil haqibatu haqibatuka? La, bal haqibatul ustadhi allati hamaltuha. La, bal haqibatul ustadhi allati hamaltuha. Baik. Halil maktabu maktabuka? Halil maktabu maktabuka? La, bal maktabur ra'isi alladhi naqaltuhu. Oke, ini maktab di sini tidak bisa diartikan kantor ya, diartikan meja karena tidak mungkin kantor mau dipindah-pindah. Meja aja, meja. Ya, ya halil maktabu maktabuka? La, bal maktabur ra'isi alladhi naqaltuhu. Baik, cuma halis suratu suratuka? Halis suratu suratuka? Apakah poster itu postermu? La, bal suratul batali. Bal suratul batali allati allaktuha. Bal suratul batali allati allaktuha. Cuma, halil miqassu miqassuka? La, bal miqassul hayyat allazi istamaltuhi. La, bal miqassul hayyat allazi istamaltuhi. Baik. Halis thallajatu thallajatuka? Halis thallajatu thallajatuka? Qul. La, bal thallajatu dhaifi allazi allati ishtaraituha. La, bal thallajatu dhaifi allati ishtaraituha. Baik. Hakadha intahayna min al-ijabah al-manfiyah wa antum wa alaikum antum marimu anfusakum wa alsinatakum ala an tantiku bi mithli hadhihi al-ibarat wal asabib dikai yumkinakum an tujidu al-lugha al-arabiyya ijadatukum bi lugatikum al-wataniyah. Allah subhanahu wa ta'ala sayadumam lakum hayatakum bi sabu bi fadli hadhihi al-lugha bidhalika alaikum an tutqinuha wa an tasluku jami'a subul min ajli al-wusul ila antu hakiku ahdafakum fi ma ba'd. Ya as-sabihu al-wahidu ila dhalika'an tata'allamu hajayidan. Jika yumkinakum antu tukinuha, maka yumkinakum antu takallamu biha, maka yumkinakum antu tahawaru biha fi jami'i al-munasabat allati antum fiha. Baik. Tadzal untuk annal amra mafhum. Alana tahawal mubasyara ila tadrib khamsa. Tadrib khamsa. Tadzalu. Tadzal. Hal hadzal qalamu qalamuka am qalamu aliyin matala. Hal hadzal qalamu qalamuka am qalamu aliyin. Nakul. Innahu. Innahu al-ha'u huna ya'udu ila al-qalam. Innahu qalam. Au innal qalam qalam. Lakin la hajat alana ila na'ati bil qalam maratan uhra. Yaqul innahu qalami wa laysa qalam aliyyin. Innahu qalami wa laysa qalam aliyyin. Au idha sa'alna anil mistar matalan. Hal hadhihi al-mistaratu mistaratuka am mistaratu aliyyin? Aku bil jawab innaha mistarati wa laysat mistarata aliyyin. Innaha mistarati wa laysat mistarata aliyyin. Baik. Tsumma idza tuliba minna an nujiba bil ijabat al-manfiyah nakul mubashara. Hal hadhihi al-haqibatu haqibatuka am haqibatu Ali? Nakul innaha laysat haqibati wa laysat haqibatahu. Laysat haqibata Ali. Innaha laysat haqibati wa laysat haqibatahu.
طيب سأعيد علي ماذا أعيد عليكم مرة أخرى؟ هل هذا القلم قلمك أم قلم علي؟ نقول إنه قلمي وليس قلم علي. أو بإمكان أن أجيب إنه قلم علي وليس قلمي. فإذا أصبحتم تتقنون اللغة العربية فبإمكانكم أن ماذا أن تأتوا بالإجابات المختلفة. لكم أن تجيبوا كما تشاءون ولكم أن تقولوا كما تريده قلوبكم. طيب نعود إلى الأسئلة. الآن نحاول أولا أن نجيب عن الأسئلة بالإجابات المثبتة. قل هل هذه الحقيبة حقيبتك أم حقيبة الأستاذ؟ هل هذه الحقيبة حقيبتك أم حقيبة الأستاذ؟ نقول إنها حقيبتي وليست حقيبته. إنها حقيبتي وليست حقيبته. طيب هل هذا الجوال جوالك أم جوال غير؟ هل هذا الجوال جوالك أم جوال غير؟ نقول في الجواب إنه جوالي وليس جوال غيري. إنه جوالي وليس جوال غيري. طيب ما هل هذه السيارة سيارتك؟ هل هذه السيارة سيارتك؟ أم سيارة أخيك؟ هل هذه السيارة سيارتك أم سيارة أخيك؟ نقول إنها سيارتي وليست سيارة أخي. أو نقول مباشرة وليست سيارته. طيب هل هذا الأستاذ أستاذك أم أستاذ صديقك؟ هل هذا الأستاذ أستاذك أم أستاذ صديقك؟ نقول مباشرة إنه أستاذي وليس أستاذ صديقي. أو إنه أستاذي وليس أستاذه. ثم هل هذه القضية قضيتك أم قضية آبائك؟ هل هذه القضية قضيتك أم قضية آبائك؟ فنقول في الجواب إنها قضيتي وليست قضية آبائي. إنها قضيتي وليست قضية آبائي. أو نقول إنها قضيتي وليست قضيتهم. طيب هل هذا المدير مديرك أم مدير زملائك؟ طيب إنه مديري وليس مدير زملائي. أو إنه مديري وليس مديرهم. ثم هل الغرفة غرفتك أم غرفة أخيك؟ قلت الجواب إنها غرفتي وليست غرفة أخي. إنها غرفتي وليست غرفة أخي. أو إنها غرفتي وليست غرفته. ثم هل العدو عدوك؟ هل العدو عدوك؟ هل العدو عدوك أم عدو عدوك؟ ya, jadi apa musuh ini musuhmu atau musuhnya musuhmu? Aqul hadza aduwi wa laisa aduwa aduwi. Innahu aduwi wa laisa aduwa aduwi. Au innahu aduwi wa laisa aduwahu. Wasya. Tuma hal sadiqatu sadiqatuka am sadiqatu sadiqika? Hal sadiqatu sadiqatuka
am sadiqatu sadiqika. Apakah teman itu temanmu atau temannya temanmu? Naqul innaha sadiqati wa laysat sadiqata sadiqi. Innaha sadiqati wa laysat sadiqata sadiqi. Au innaha sadiqati wa laysat sadiqatahu. Nah, hal syaihu abuka am abu abika? Hal syaihu abuka am abu abika? Ya, apa orang tua itu bapakmu atau ono atau bapaknya bapakmu? Okay. Kol asyaihu abi. Ya. Walaysa aba abi. Asyaihu abi walaysa aba abi. Atau kita mengatakan asyaihu abi walaysa abahu. Hakada intahayna min al-ijabat al-mustata wa tamanna an takunu qad fahimtum hadhihi al-madda wa tamanna kadhalik an yumkinakum tadbiquha fi ma ba'd. Jadi bukanikum an tuwasi'uha ila awsa'u ma yumkin wa yumkinukum aydan an tu'allimuha zumala'akum au astiqa'akum au rufaqa'akum au andadakum alladhina tanjisuna ma'ahum fi al-fasl wahid. Baik, al-an nuhawil an nujib bil ijabat al-manfiyah kama fil misal. Baik, hal hadhihi al-hakibatu hakibatuka am hakibatul ustaz? Nakul innaha laysat hakibati wa laysat hakibatahu. Innaha laysat haqibati wa laysat haqibatahu. Baik. Hal hadzal jawwalu jawwaluka am jawwalu ghairik? Naqul fil jawab innahu laysa jawwali wa laysa jawwalahu aw wa laysa jawwala ghairi. Baik. Hal hadhihi sayyaratu sayyaratuka? Hal hadhihi sayyaratu sayyaratuka? Fa'in kul bil jawab. Baik. Hal hadhihi sayyaratu sayyaratuka am sayyaratu akhi? Fa'in kul innaha laysat sayyarati wa laysat sayyaratahu. Innaha laysat sayyarati wa laysat sayyaratahu. Baik. Hal hadzal ustadz ustadzuka? Hal hadha al-ustadhu ustadhuka am ustadhu sadiqika? Naqul innahu laysa ustadhi wa laysa ustadha sadiqi aw wa laysa ustadahu. Thumma hal hadhihi al-qadiyatu qadiyatuka? Hal hadhihi al-qadiyatu qadiyatuka am qadiyatu abaika? Naqul fil jawab hadhihi innaha laysat qadiyati wa laysat qadiyata abai aw innaha laysat qadiyati wa laysat qadiyatahu. Thumma hal hadha al-mudir mudiruka? Hal hadha al-mudir mudiruka am mudiru zumalaik? Hal hadha al-mudiru mudiruka am mudiru zumalai? Naqul innahu laysa mudiru, innahu laysa mudiri wa laysa mudirahu. Innahu laysa mudiri wa laysa mudirahu. Ma halil ghurfatu ghurfatuka am ghurfatu ahik? Innaha laysat ghurfati wa laysat ghurfatahu. Innaha laysat ghurfati wa laysat ghurfatahu. Thumma halil aduwwu aduwwuka am aduwwu aduwwika? Innahu laysa aduwwi wa laysa aduwwahu. Aw innahu laysa aduwwi wa laysa aduwwa aduwwi. Baik.
هل صديقتي صديقتك أم صديقتي صديقك؟ نقول في الجواب إنها صديقتي، إنها ليست صديقتي وليست صديقته، وليست صديقته. طيب، ما هل الشيخ أبوك أم أبو أبيك؟ إنه أبي وليس أباه، أو وليس أبا أبي. إنه أبي وليس أبا أبي. طيب، انتهينا من هذه التدريبات، وأتمنى أن تكونوا قادرين على استخدامها فيما بعد، وقادرين على توسيعها وممارستها وتطبيقها وكذلك تعليمها، فإنكم فيما بعد ربما ستكونون مدرسين أو مترجمين أو متمرسين بتعليم، لذلك أتمنى أن تكونوا قد فهمتم هذه المادة. تمام، الفهم أولى ثم التطبيق والتدريب، فإننا أبوان ننطلق من الفهم أولا ثم نتدرج إلى ما هو أوسع من الفهم، إلى العمل أو إلى العملية أو إلى التطبيق أو إلى التنفيذ. طيب، الآن نتحول إلى تدريب ستة. تدريب ستة، انظروا. طيب، جوال من في حقيبتي. طيب، نحن في اللغة الإندونيسية لو قلنا مثلا buku siapa، bukunya siapa di tanganmu، نقول مباشرة كتاب من بيدي، كتاب من بيدي. Teman siapa kamu؟ صديق من أنت. Kalau kita melihat ada orang datang, tiba-tiba kita tanya saja, ya, ini teman siapa؟ Zamilu man hadha؟ Zamilu man hadha؟ Atau kita lihat rumah bagus, kita tanya, rumah siapa ini؟ Ya, tidak perlu tanya liman hadha al-bait. Ya, langsung saja kayak bahasa Indonesia, baitu man hadha؟ Baitu man hadha؟ Ya, ya. Kalau misalnya teman, kamu teman siapa ya؟ Sadiku man anta؟ Sadiku man anta؟ Ah, sadiku man anta؟ Oke, jadi begitu. Ya, jadi bahasa Arab ya. Al-lughah al-arabiyyah tumathilu al-lughah al-indonesiyyah tamaman. Okay. At-ta'bir wa tartib wa tartib kama fi al-lughah al-indonesiyyah. طيب، نسأل جوالك، جوال من في حقيبتك، ponsel siapa di tas anda، ponsel siapa di tas anda. Ya, ya. Biasanya kalau orang Arab keluar dari rumah di zaman-zaman dulu ya, pas keluar rumah ada tai di depan rumahnya، dia langsung tanya fadlu man haza، fadlu man haza، tai siapa ini. Ya, fadlu itu bisa diartikan keutamaan, bisa diartikan kelebihan, bisa diartikan nilai tambah, bisa diartikan berkat, bisa diartikan apa namanya jasa, bisa diartikan ampas, bisa diartikan tai. Ya, tergantung dipakai di mana. Ya, kalau lihat tai baru tanya fadlu man haza, wah, kita terjemah keutamaan siapa ini? Pak, itu sudah menyesalkan umat. Sudah salah terjemah. Sebenarnya langsung terjemah kan tai siapa ini? Fadlu man hadha. Oke. Okay. Ya. Tayy na'ud ila at-tadribat. Jawalu man fi baitik, fi hakibatik. Jadi ponsel siapa di tas Anda? Misalnya kalau saya mau tanya sama orang, nama siapa yang ada di hatimu? Maksudnya ismu man fi qalbik. Ismu man fi qalbi. Ismu man fi qalbi. Nama siapa yang ada di hati guru? Ismu man fi qalbi ustaz.
Isman. Langsung saja begitu. Ya. Oke. Jawalu man fi hakibatik. Nah, di situ ada kosakata yang disiapkan. Al-Ustaz ishtara anifan. Al-Ustaz ishtara anifan. Guru kemudian membeli tadi. Baik. Naqul fil jawab. Innahu jawalul ustaz ishtarahu anifan. Ya, ishtarahu anifan. Kalau pertanyaannya misalnya majalah di situ, majallatu man fi akibati, majallatu man fi akibati. Saya akan menjawab innaha majallatul ustaz ishtaraha anifan. Innaha majallatul ustaz ishtaraha anifan. Okay. Aw naqul innaha laysat majallatul ustaz ishtaraha anifan. Bukan majalah guru yang dibeli tadi. Oke. Okay. Ataman antakunu kada kadintum hadhihi hadzal misal wal an utabbiqu hadzal misal halan li at-tadribat al-lahiqa. Baik. Nanzur awalan. Qalamu man fi jaybik. Qalamu man fi jaybik. Tanakul mubashara. Innahu qalamul ustadhi ishtarahu amsi. Innahu qalamul ustadhi ishtarahu amsi. Baik. Haqibatu man amamak. Haqibatu man amamak. Tanakul mubashara. Innaha haqibatul ra'isi. Innaha haqibatul ra'is. Wada'aha al-yawma. Wada'aha al-yawma. Baik. Kitabuman indak. Kitabuman indak. Dan akul. Innahu kitabu talib. Ishtarahu anifan. Innahu kitabu talib. Ishtarahu anifan. Kama nas'al kurwasatu man fid durj. Kurwasatu man fid durj. Qul innaha kurwasatul waladi hamalaha qabla qalilin. Innaha kurwasatul waladi hamalaha qabla qalilin. Baik. Kubu man alal maktab. Kubu man alal maktab. Ya, gelas siapa yang ada di atas meja? Ya. Innahu kubut talibati. Innaha kubut talibati. Tarakathu. Tarakathu qabla sa'atin. Ya. Itu gelas mahasiswi itu. Yang ditinggal satu jam yang lalu. Baik. Syakkatu man hunak. Syakkatu man hunak. Apartemen siapa di sana? Anakul. Innaha syakatu tajirati allati. Innaha syakatu tajirati banatha qobla sanatin. Banatha qobla sanatin. Oke. Baitu man fi wasatil madinah. Baitu man fi wasatil madinah. Kul. Innahu baitul hakimi. Sakanahu munzu syahrin. Sakanahu munzu syahrin. Baik. Risalatu man biyadikal an. Qul innaha risalatul bahisati. Innaha risalatul bahisati. Katabatha. Katabatha salafan. Tema. Baik. Milku man endak. Milku man indak. Nakul. Innahu milkul mudir. Innahu milkul mudir. Innahu milkul mudir. Hawalahu amsi. Hawalahu amsi. Akada. Suma. Jaridatu man alal mindadatil an.
jaridatu man 'alal mimdadatil 'an. Aqul innaha jaridatul mudarriba. Innaha jaridatul mudarriba qara'atha. Naam. Baik, fahim tu ada? Baik. Al-an natahawal ila al-ijabat al-manfiyah. Al-ijabat al-manfiyah. Laqad istaw'abna. Laqad istaw'abna al-ijabat al-musbata. Wal-an natahawalu ila al-ijabat al-manfiyah. Baik, kaifa takunu al-ijabat al-manfiyah? Baik, undur. Naam. Baik. Kolamu man fi hati. Kolamu man fi jaybi. Nakul fi jawab. Innahu laisa kolam al-ustadi sta'arahu amsi. Innahu laisa kolam al-ustadi sta'arahu amsi. Baik. Haqibatu man amamak. Haqibatu man amamak. Aqul innaha laysat haqibatar ra'is. Innaha laysat haqibatar ra'is wada'aha al-yawma. Baik. Kitabu man indak. Kitabu man indak. Aqul innahu laysa kitaba talibi. Ishtarahu anifan. Innahu laysa kitab al-talibi. Ishtarahu anifan. Taib. Kurwasatu man fid durji. Kurwasatu man fid durji. Innaha laysat. Innaha laysat kurwasat al-waladi. Hamalaha qabla qalidin. Innaha laisat kurrasat al-waladi hamalaha qabla qalil. Cuma umuman 'alal maktabi. Umuman 'alal maktabi. Qul innahu laisa kubat talibati tarakathu qabla sa'atin. Cuma syukatu man hunak. Syukatu man hunak. Nakul innaha laysat. Innaha laysat syaqqat at-tahjirati banatha qabla sanatin. Baik. Baitu man fi wasatil madinah. Baitu man fi wasatil madinah. Nakul innahu laysa. Innahu laysa baital hakimi. Sakanahu munju syahri. Taib. Risalatu man biadikal an. Risalatu man biadikal an. Aqul innaha laysat risalatal bahithati katabatha salafan. Innaha laysat risalatal bahithati katabatha salafan. Taib. Milkuman indakal an. Milkuman indakal an. Innahu laisa milkal mudir. Innahu laisa milkal mudir. Hawalahu amsi. Akadah. Baik. Tuma. Jaridatu man alal mindadatil an. Jaridatu man 'alal mimdadatil 'an. Nakul innaha laysat jaridatal mudarribati qara'atha anifan. Innaha laysat jaridatal mudarribati qara'atha anifan. Hakada intahayna minal madati kulliha minal bidayah hatta nihayah. Baik. Atamana antakun pada fahimtum hadhihi al-madda wa atamana kadhalika antakun qadirin ala
isti'abiha wa tawsi'iha wa tatbi'iha wa tanfiziha wa kadzalika ta'limiha wa mumarasatiha. Fa'i ma'inakum fa'inna huwa lan tabdu hayatan illa idza istahdamnaha katsiran. Fa'i naqulu biha natakallamu biha nufakkiru biha wa nusajjilu biha tarihana. Tarihana al-fardi wa tarihana al-jama'i. Antum idza tamarrantum katsiran sayusbihu biimkanikum an tafhamu wa an tujidu hadhihi al-lugha. Wa yumkinukum at-tahadduthu biha kama tatahadduthuna bi lughatikum al-wataniyah. Wasabilu al-wahidu ila dhalika huwa an tatamarranu kathiran. Antum tatamarranuna ala al-kitabah wa tatamarranuna ala al-istima' wa tatamarranuna ala al-hiwar wa tatamarranuna ala al-kalam wa tatamarranuna ala kulli syai' haitsu taj'aluna kulla syai'in zahara bi a'yunikum fi al-lughah al-arabiyyah. Ya antum tulafizuna di lughatil arabiyyah. Tajaluna lughatil arabiyyah adatan di ta'bir an kulli syai'in. An kulli syai'in turiduna ta'bir an. Al-madda sahla. Ya. Nama alaikum anta tamarranu katsiran. Antum tatamarrun wa antum tatamarrun tam imma bil kitaba wa imma bil qira'a wa imma bil istima' wa imma bil huwa. Baik. Dan itu antum rakibu ala anta qra'u fi kitabin ma dan itu antum tuju fi mawdu'in ma wa bi imkanikum an dan tanahu ina makan ma ayatu yumkinu kum fihi alhadith bil arabiyyah. Tamam. Atalib aljayyid atalib almutafawwiq tamam yaj'alu jami'a awqatihi fi manzum lugha al-arabiyyah. Tamam. Al-ilmu lam yakun lana illa idza ja'ana am kusana lahu. Apa dah? Eh, mafhum ada yang ada? Fima ba'd insyaallah sayusbiru fi imkanikum an tasna'u aw an tad'u mithla hadhihi al-madda wa lam laysa 'alaykum illa an taqra'u kathiran wa an tatamarranu kathiran. Sayati yawmun fihi taktubuna mithla hadhihi al-kitab mithla hadha al-mawdu'. Fa innakum fi ma ba'du sata'ishuna fi awda'in ghair awda'inil al-yawm. Mafhum ada? Naam Ustaz. Okay, lima anana qad intahayna min al-madda. Okay, insyaallah sanutabbi darsana fi Dito inilati. InsyaAllah lan natawakaf minal ada minal ta'lim wa ta'lum illa idha malla at-tulab al-musyarikuna fi at-tadri. Dan idha sya'urtu bishay'in minal ya'as atau minal malal atau minal kasal fa kullu shay'in sayantahi binafsihi.
طيب طيب نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نلتقي ليلة الغد، وسنلتزم إن شاء الله مع المتقدمين. طيب أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله أن ينفعنا نحن جميعا، وأستودعكم الله، وطابت ليلتكم إن شاء الله. السلام الله ورحمته وبركاته. طيب إلى اللقاء إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.